على كل حال كمان من الشق الانساني او التصريحات الجيده الانسانيه لفيتوريا كمان، هو اتكلم امبارح عن نقاط كتيره جدا، هو قال لك اللقاء الخاص بالجزائر مهم جدا وصعب جدا للمنتخبين، وهنلعب دايما على الفوز، واهم حاجه عنده كان التاكيد على شخصيه منتخب مصر في المباريات، وان هم كمان يقدموا يعني كره هجوميه، خاصه ان انت بتتكلم عن عناصر كمان جيده جدا عندك في المنتخب، واختيار كمان او خلينا نقول اختبار الجزائر عشان نواجهها يعني اعتقد جاي في نفس الوقت كمان اللي انت محتاج فيه تشوف او تقيس مدى قوتك ومدى جاهزيتك للمباريات بقى ان شاء الله الرسميه، واللي هي لن تكون يعني اقل ابدا، بالعكس هتكون اشد وهتكون فنيات اعلى وغيره وغيره، فانت لازم تكون جاهز طبعا فنيا ونفسيا وعلى كل الاصعده. على كل حال يا يعني كريم احنا عندنا نقاط كتيره جدا محتاجين نتكلم فيها بشكل اكثر تفصيلا، خلينا نروح ونشوف كده برضو مع الناقد الرياضي صديقنا العزيز جدا ايمن جلبرتو يعني ونعرف منه اكتر عن الكواليس كمان. يا ايمن بونجور، صباح الخير في البدايه. صباح الخير يا عليك يا نهوان كريم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يعني بص خليني يعني ليكوا طبعا انت على درايه كمان اكتر مننا لانك متابع هذا الملف بشكل كبير، الناس منهم اللي قلقان بشكل كبير والبعض الاخر بيقول لك لا مباراه ان شاء الله تعدي على خير، بس خليني اركز اكتر مع الناس اللي قلقانه لان التحليلات المختلفه تقول لك منتخبين فيهم نديه كبيره، منتخبين الارقام مش بعيده عن بعض، منتخبين برضو عندهم محترفين على اعلى مستوى، مدير فني قوي جدا بالماضي طبعا جمال بالماضي، عندك مدير فني برضو فيتوريا سي في محترم، اللعب بيكون او بيتم الاعتماد كمان من يعني خلينا نقول منتخب بالجزائر على اللعبة الهجومية، ودي أعتقد برضو لو إحنا قابلناها بلعب مفتوح أعتقد ده ممكن يكون خطر شوية إلى حد ما، فإحنا لازم نعمل ميكس ما بين هجوم وبين دفاع. خليني أعرف وجهة نظرك يعني في المباراة. يعني طبعا في المباريات الودية ما أعتقدش أن المفروض أن يبقى عندنا أي قلق، لأن برضو المباريات الودية هي بتبقى فرصة أن المدرب يشوف كل اللعيبة، يجرب كل الطرق بتاعته المناسبة، ويشوف ايه المشاكل. يعني هي اهم حاجه في المباريات الوديه ان لما تشوف ايه المشاكل عشان تحليها للفترات المقبله، خصوصا ان خلاص المعسكر القادم نتكلم في تصفيات كاس عالم، المعسكر اللي بعده هيبقى معسكر كاس الامم. طبعا مواجهه منتخب زي الجزائر حاجه مهمه، حاجه قويه، مواجهه كلاسيكيه الناس كلها بتبقى منتظراها سواء كانت وديه او رسميه، محدش بيحب يخسر مباراه زي كده. طبعا كلنا شفنا اللي حصل بعد مباراه تونس، رغم ان هي برضو زي ما يعني مباراه وديه ولكن كان في رد فعل قوي بعدها، لان الجمهور عموما ما بيحبش يخسر المباريات اللي هي بتبقى مع منتخبات زي ما انت قلتي كده النديه فيها بتبقى قويه، او زي ما قلت كده الدربيه بتاعت شمال افريقيا. أنا بس عايز أضيف حاجة كمان هنا يا أيمن لو تسمح لي، هي القصة طبعا محدش عايز يخسر، علشان أنت بتتكلم يعني في تنافسية شديدة بين المنتخبين وفي جماهير قوية هنا وهنا، ولكن كمان أنا مش عايز أخسر علشان أنا لو خسرت لا قدر الله مباراة زي دي اللي جاية هيكون كمان نفسيا سيء جدا، يمكن دي النقطة اللي أنا وكريم اتكلمنا أو حددناها تحديدا أو اتكلمنا عنها. يعني انت مش عايز المعنويات بتاعه الفريق عفوا المنتخب ولا الجماهير كمان يبقى فيها اي مشكله، لان انا لو خسرت من الجزائر لا قدر الله تاني هرجع اقول طب اللي جاي هيكون ايه، ما هو اللي جاي كده انا هبني عليه ايه، فقصه مش قصه انا بعمل مباراه وديه وخلاص، لا انا المباريات الوديه حتى وان كانت وديه يجب ان تكسب عشان ابتدي اطمن، يعني هي دي النقطه كلها. اه طبعا لا بالظبط انا متفق معاكي، لكن اقصد ان حتى لو حصل خساره او حصل تعادل في النهايه المباراه نفسها يعني مش اللي هو ايه ما بنتكلمش انها بتبقى مؤثره قوي في مسيره المنتخب، لان شفنا على مدار التاريخ يعني مباريات وديه كتير منتخبات كتيره خسرتها ولكن بعد كده يعني الامور بتبقى افضل. لكن احنا طبعا بالنسبه لنا بنتكلم كمان عن التصنيف بتاعنا، مش عايزينه يتاثر، عايزين نفضل دائما متواجدين في تصنيف مرتفع عشان ده بيفرق معانا في المستقبل. عندنا كاس الامم الافريقيه اللي جايه محتاجين ان احنا بالبلدي كده نفرش البضاعه بتاعتنا نقول احنا موجودين تاني بشكل قوي. يمكن الناس كلها كانت بتتكلم عن المنتخب في امم افريقيا الاخيره رغم تاهلنا للمباراه النهائيه، لكن دايما الناس كانت بتتكلم ان مبارياتنا كان ان احنا بنلعب اكتر على الشق الدفاعي منه الهجومي،
باستثناء مباراة المغرب اللي احنا تأخرنا فيها. فأمور كثيرة زي ما قلنا، كمان خسارة منتخب تونس ليها كان ليها أصداء. أعتقد إن لو حصل لا قدر الله خسارة من مباراة في مباراة الجزائر، هنتكلم برضو إن أكيد الصحافة يبقى ليها دور، الجمهور أكيد هينتقد. فالمنتخب أعتقد إن الفترة دي محتاج الهدوء أكتر، محتاج التماسك أكتر. عندنا مجموعة من اللعيبة مميزة جدا. التارجت بتاعنا حاليا هو مش التأهل لكأس العالم ولا التأهل لكأس الأمم، لأن التأهل للبطولتين بقى أسهل مما يمكن وأسهل بكتير من فترات قبل كده، مع احترامي طبعا لكل المنتخبات. ولكن لما نتكلم على 9 مقاعد لأفريقيا بالإضافة لمقعد إضافي في اللي هو الملحق ده، يعني لو مصر مش من 9 منتخبات تأهلت لكأس العالم، هنا دي فيها كارثة. ما اقدرش اقول لفظ اقل من كده. كاس الامم زي ما احنا شايفين بنلعب مجموعه 4 منتخبات بيتاهل 2، فالامور دي خلاص بقت سهله. فاحنا بنتكلم دلوقتي في ليفل ان احنا محتاجين ناخد كاس امم افريقيا القادمه، لان من 2010 احنا بعيد عن اللقب، ده امر صعب جدا. التواجد في كاس العالم محتاجين يبقى شكلنا افضل من كده. عندنا لعيبه مميزه سواء المحترفين او لعيبه النادي الاهلي او حتى اللاعبين المتواجدين من الانديه الاخرى، الزمالك وبيراميدز. فمنتخب مصر اعتقد محتاج ان هو الفتره اللي جايه دايما يظهر في مستوى ان الناس تبقى مطمنه ومش قلقانه. يمكن كمان يا ايمن سؤال مهم وحابين نتكلم معاك عليه، يعني بشكل عام السكواد بتاع الجزائر حاجه رائعه جدا طبعا بالنسبه للمحترفين وايضا كمان منتخبنا الوطني، لكن يعني سكواد مميز هنا وسكواد مميز هنا، محترفين على اعلى مستوى هنا، بتشوف الامر ده ازاي؟ وبتشوف كمان البالانس ممكن يعمله جمال بالماضي او فيكتوريا في المباراه على مدار ال 90 دقيقه؟ لا طبعا يا كريم، زي ما انت بتقول كده، يعني المنتخب ده انت عارف كنا زمان دايما لما نيجي نلعب الماتشات دي يقول لك بص الجزائر عندها محترفين، بص كوت ديفوار، بص المغرب، بص الكاميرون. واحنا وقتها كان ممكن تلاقي المنتخب فيه محترف واحد بالكتير او 2، ومش شرط حتى يكونوا مسمعين قوي في اوروبا يعني، ولكن برضو كان مستوياتنا قويه ومتقاربه. دلوقتي انت بتتكلم قائمه منتخب مصر فيها اكثر من 5 6 محترفين لعيبه على مستوى، بتتكلم في ليفل محمد صلاح ده ليفل استثنائي في كره القدم، بتتكلم في محمد النني قائد ارسنال، تريزيجيه واللي بيعمله في تركيا، عمر مرموش، مصطفى محمد واحد من هدافي الدوري الفرنسي، دورياتنا العربيه بتكلم حمدي فتحي، طارق حامد. يعني لا احنا عندنا كتيبه محترفين جيده. طبعا الجزائر كتيبتهم اكبر كعدد يعني، وعندهم لعيبه برضو على مستوى عالي. فهنا انت بتتكلم في مباراه ليفل قوي جدا. ما تقدرش، خلي بالك المباراه دي في الاول ممكن بدايه المباراه كل مدرب يبقى في تحفظ بتاعه، كل مدرب عايز يوري طريقته. مثلا المنتخب الجزائري شويه بيلعب على الاستحواذ والهجوم، منتخب مصر شويه ممكن في بعض الاحيان يسيب الكوره للمنافس ويبتدي يشوف الماتش عامل ازاي. يمكن فيتوريا امبارح قال ان هو بيحاول دايما يعمل التوازن، ان شكل المنتخب يبقى فيه طريقه ان هو الاستحواذ على الكوره والشكل الهجومي. فلا المباراه اعتقد صعب جدا ان تتوقع السيناريو بتاعها هيمشي ازاي، خصوصا لو اي منتخب سجل هدف مبكر. ولكن هي يعني تجربه قويه ومفيده جدا للمنتخبين زي ما المدرب الاثنين مدربين اتكلموا، وفرصه ان احنا نشوف محترفينا ومحترفي الجزائر هيبقى شكلهم عامل ازاي. وخلي بالك برضو مهما كان قوه المحترفين، ساعات في مباريات كتير او في بطولات كتير مش شرط تبقى هي بتديك كفه ارجح. يعني شفنا الجزائر مثلا في امم افريقيا الاخيره ما كانش ليها اي تواجد خالص وما تاهلوش، مفاجاه كبيره بنفس الكتيبه دي وبنفس الامور. ف طبعا وجود لعيبه في اوروبا مميزه ده بيديك ادفانتج، لكن مش كتير. مصر افضل فتراتها كان زي ما بنقول كده عدد المحترفين اللي عندنا قليل جدا. ف يعني خلينا نتمنى الخير ونشوف التجربه هتصبر على ايه في النهايه. طيب ايمن، انا عايزه اروح معاك لنقطه امبارح اتكلمنا فيها تحديدا، يعني
واخد رايك برضو لما اجي اتكلم عن دلوقتي ليه انا ما اصبحش عندي في المنتخبات بشكل كبير يعني مديرين فنيين محليين. لو انا هتكلم ده يمكن التجربه دي موجوده في تونس، موجوده في الجزائر حاليا، في السنغال، في المغرب، اعتقد حسب معلوماتي مش عارفه فين تاني، لكن تجارب مش بس تجارب وخلاص، لا تجارب ناجحه جدا. هل انا في يوم من الايام ممكن يبقى عندي التجربه تاني بعيدها بقى من ايام، شوف انت بتتكلم في 2010، اعيد تاني فكره ان انا يبقى عندي مدير فني محلي يقدر ان هو يودي برضو المنتخب للمستوى الطبيعي بتاعه اللي كان عليه في الماضي؟ هل انا ممكن يعني قريب، كمان مش بتكلم في العموم، انا بتكلم قريب في الفتره القريبه ربما بعد يعني فيتوريا تحديدا، هل ممكن نشوف ده ولا لسه ما عندناش الجاهزيه، ما عندناش القبول، ما عندناش الكفاءه؟ يعني شايفها ازاي؟ يعني زي ما انت بتقولي كده، احنا تقريبا في فتره ما احنا كان المدرب بتاع منتخب مصر هو المدرب المحلي او الكابتن، نتكلم عن الكابتن حسن شحاته الكابتن الكبير، كان الاغلب هتلاقي منتخبات افريقيا او معظمها اللي بتلعب عندهم مدربين اجانب ليسوا من ابناء الوطن يعني. لكن دلوقتي اغلب المنتخبات الافريقيه بترجع تلجا لابنائها تشوف، واحنا اللي بقينا العكس. طب انا من وجهه نظري ان ده ليه سببين. السبب الاول ان ما بعد كابتن حسن شحاته اي مدرب وطني بيجي دايما بيقارن بيه على طول وبانجازاته، وده طبعا بيبقى بيشكل نقطه كويسه. الامر الثاني اعلاميا، خلاص المدرب المصري واضح ان هو ما بقاش يقدر يتحمل الضغط الاعلامي مع وجود زي ما قلنا كتيبه من المحترفين في منتخب مصر بالاضافه لنتائج منتخب مصر فيما بعد 2010، فالامور اصبحت صعبه. هنشوف ان ابرز انجاز عملناه مثلا التاهل لكاس العالم في روسيا مع التاهل لنهائي امم افريقيا 2017 كان مع هيكتور كوبر، وسواء اتفقنا او اختلفنا على اداء المنتخب معاه. نفس الامر مع كارلوس كيروش، ابرز انجاز عملناه في الفتره الاخيره التاهل برضه لنهائي امم افريقيا الاخيره كان مع كارلوس كيروش. في النص كل التجارب اللي كانت مع مدربين مصريين لم تكن على المستوى المطلوب، لان ما حدش تحمل الضغط. خلي بالك الاعلام ما كانش يعني اول مباراه يحصل فيها اي حاجه لاي منتخب، سواء مع كابتن ايهاب جلال، مع الكابتن حسام البدري، مع الكابتن شوقي غريب في 2015، وقتها كانت النتائج صعبه جدا. فكانت الامور يعني انا وجهه نظري المدرب المصري ما بعد كابتن حسن شحاته ما فيش مدرب قدر ان هو ياخد فرصه، اولا نقول ان هو ياخد فرصه كبيره، ثانيا ما حدش قدر يتحمل الضغوطات. هل في المستقبل القريب ما بعد فيتوريا؟ بس بعد فيتوريا لو حسب التصريحات يعني مش هنقدر نقول قريب قوي، احنا بنتكلم على الاقل سنتين كمان بعد انتهاء عقده يعني. بالظبط. هل هيبقى في مدرب مصري جاهز ان هو يتعامل مع الضغوطات بتاعه منتخب مصر، وان هو يبقى جاهز فنيا ونفسيا لقياده منتخب مصر؟ خلينا نشوف. المفروض ان احنا حاليا عندنا مدربين شباب جيدين، يعني طبعا احنا بنقول شباب، عندنا ممكن بنشوف في اوروبا الشباب دول في الثلاثينات والاربعينات، احنا هنا الشباب يعني بنديهم الصحه في اول الخمسين يعني. كده لكن عندنا مدربين واعدين او عندنا مدربين جيدين نقدر ان هم بامور معينه وفلسفه معينه نجهز مجموعه منهم ان هم يبقوا موجودين في المنتخب. لكن احنا حتى بنتكلم دلوقتي المنتخب الاولمبي المدرب بتاعه اجنبي. نقطة فالموضوع صعب حاليا اعتقد، ولكن نتمنى ليه لا ان احنا في المستقبل يبقى نرجع تاني للمدرسة المحلية بتاعتنا والمدرب الوطني ان هو يقود المنتخب يعني. واللي هي كانت نتائجها افضل بكتير. على كل حال هنعلق على النقطة دي. مشكورة جدا الناقد الرياضي وزميلنا العزيز ايمن جلبي.